السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في مطبخي، مطبخ الأمل، معاكم أم مازن. وما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد مني، وتفعلوا الجرس ولايك وكل حاجة تحتاجوها أنا معاكم إن شاء الله. ابعتولي، وحابة أن أشوف تعليقاتكم، وإن شاء الله نكون مع بعض وكل حاجة حلوة هتلاقوها بإذن الله معايا في مطبخي، مطبخ الأمل. النهاردة هنعمل إيه؟ النهاردة هنعمل المنين، منين على طريقتي، وان شاء الله جربوها هتعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم ومستنظركم. اول حاجه، كيلو دقيق بياخد معايا نص سمنه. انا النهارده هعمل نص كيلو دقيق بس. نص كيلو دقيق هيحتاج ايه؟ هيحتاج معلقتين او ثلاثه سميد بسبوسه. ليه سميد بسبوسه؟ هتلاحظوا الفرق ان شاء الله لما تجربوها وتعملوها. سميد البسبوسه ده بيخليها انعم اكتر وهيشه اكتر، وهنجربها وهنعرف. هنعوز سمسم، هنعوز معلقه بيكنج باودر، معلقه خميره، نص معلقه فانيليا. هنبتدي نحط البسبوسه. معانا معلقتين بسبوسه، ومعانا السمسم، معلقتين سمسم، ومعانا البيكنج باودر والفانيليا. والخميرة، نحط معلقة الخميرة في كوباية فيها مية ومعلقة سكر، وندوبها. هنسيبها كده حبة لحد ما نجهز العجينة بتاعتنا. طبعا المنين زي الكحكة الناعمة، لازم نسخن السمنة ولازم نبسها كويس علشان تطلع معانا دايبة وتبقى كويسة. هنسخن طبعا السمنة، هنا السمنة بتاعت السخنة هننزلها على الدقيق ده حوالي ربع كيلو من السمنة. ونقلب، كل ما تقلبي فيها وتشرب منك السمنة تبقى دايبة اكتر وتبقى معاك النتيجة احسن وكويسة. المرحلة دي بقى لازم بقى نستخدم ايدينا، كل ما ندعك فيها طبعا السمنة سخنة، هنا بقى لازم تهدش كده شوية ننزل بالخميرة. شايفين العجينة عملت ازاي؟ الله، كده تأكد لي ان العجينة مظبوطة كده، لمت بسرعة معايا وطرية وكويسة. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ دي بقى تطلع
طيب يا دوب تطلع جميلة. بعد كده نبتدي ان احنا نفرد العجينة. حبة بقى تحشيها عجوة، حبة تحشيها ملبن، ده يرجع لحريتك. شايفين العجينة طرية ازاي؟ ده يأكد لي ان العجينة كده مظبوطة وما فيهاش اي حاجة ناقصة. هنا العجوة بتاعتي دي انا حط عليها فول وجوز هند وزبيب وكل اللي انت حباه، مع معلقة زبدة على النار، وتقلبيها لحد ما تطرى معاكي كده وتظبط ايه معاكي. بس كده بعد كده نبتدي ان احنا نلفها رول. وهنا نرش كده حبة سمسم علشان تبقى وشها كله من فوق سمسم. شايفين شايفين العجينة حلوة ازاي؟ وبعدين نجهز الصاج بتاعنا. ونقطع، ناخد الطرف ده كده وبعد كده نقطع الحجم اللي انت عاوزاه ونرص في الصاج. شايفين العجوة من جوه عاملة ازاي؟ وشايفين العجينة نفسها وهي لسه عجينة، شوف عاملة ازاي من جوه. اهلا وسهلا بكم مرة تانية. بعد ما استوى المنين ده شكله ودي طريقته، وان شاء الله يا رب تكون نالت اعجابكم. وعايزه اوريكم حاجه، شوف المنينه لسه خارجه من الفرن، شوف دايبه ازاي وشوف عامله ازاي. ان شاء الله يا رب كده تنال اعجابكم. وبالف هنا، وما تنسوش الاشتراك، وما تنسوش تفعلوا الجرس ولايك عشان يوصلكم كل جديد منكم مني. وكل سنه وانتم طيبين، وعلى سلامه.